ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بني عمرو بن عوف، عندهم مشكلة، فخرج إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، فتأخر، فأتى المؤذن لأبي بكر فقال: تصلي بالناس؟ يعني تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وخشوا أن يخرج وقت الصلاة، فقال: تصلي بالناس؟ فقال له بكر: نعم، فأقم. فأقام الصلاة، فصلى أبو بكر بالناس، وفي أثناء الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار خلف أبي بكر، فصار الناس يصفقون خلف أبي بكر، يصفقون يعني في شيء، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، ما كان يلتفت في صلاته، فأكثر التصفيق، زاد التصفيق خلف أبي بكر، يعني في شيء، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرجع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مكانك، أشار إليه، مكانك، يعني كمل، أكمل الصلاة. فرفع يديه إلى السماء يحمد الله، ما هذه الثقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصلي إماما وهو مأموم، يحمد الله على هذه الثقة وعلى هذه المنزلة التي أعطاها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، فلما قضى الصلاة قال لأبي بكر: ما منعك إذ أمرتك أن تصلي أنك لم تستمر؟ لماذا رجعت؟ ما منعك أن تكمل لما أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عيسى: ما كان ينبغي لي أن أقول مثل هذا الكلام، أبدا، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للناس: إن رابكم أمر، يعني في الصلاة، فسبحوا، يعني لا تصفقون، لا تصفقوا، سبحوا، فإن التسبيح للرجال، والتصفيق، وفي رواية التلويح، يعني ضرب اليدين ببعض، للنساء. فالشاهد من هذا قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.